الدنيا تحلى الطول في حوار ستاتي، حوار شفاف وجري وموافى، خطوة سوق للزمن الآتي. عالم فيه حكاوي غريبة مبهر وبهو سعاد ومواتي، عشان مستقبل الفجر قيافة نوكت شمع حوار ستاتي. أهلا ومرحبا بكم في كل مكان متابعي شاشة البلد الفضائية، تستمر ليالي شهر رمضان الكريم وع ستاتي خالص دايما أجمل الأيام وكذلك الليالي، ومتابعة للموضوعات اللي دايما بنفتحها ونتحاور فيها في كل حلقة. سعيدة أكيد بكل الناس اللي دايما بتحضر ستاتي خالص وبتبدي إعجابها بهذا البرنامج، بأنه هو يطرح العديد من الموضوعات اللي بتعالج مشكلات بتعاني منها المرأة السودانية في المجتمع السوداني. دائما يعني نحن بنقول الواحد لما يجي يتزوج فبيتزوج أسرة كاملة، أنت بتدخل عليهم جديد الأب والأم والأخوات، عشان أنت عايز تزيد الأسرة وما تكون أنت سبب في أنها الأسرة دي تتفرتق أو تحصل فيها أي مشكلة. ولما يكون في عروس جديدة في بيت جديد دايما بيكون في تحفظ في التعامل، في طريقة التعامل معها بينه وبين نسابتها، في البداية بيكون في قبول وفي ترحيب، وتدريجيا بتبدأ طريقة المعاملة نفسها بتتغير، بتحصل الإشكالات. اليوم ملف النسابة واحد من المشاكل. أنا متأكدة تماما إنه كل واحدة متزوجة حتكون حصل كيس بينه وبين نسابتها، ده شيء مفروغ منه. فعشان كده خلونا اليوم نجيف على الأسباب اللي بتخلي النسابة ليه بيرفضوا زوجة ابنهم، وليه دايما بيكون في مشكلات يعني بين الزوجة وبين أخوات زوجها أو حتى أم الزوج. نحن حنتابع في التفاصيل الدقيقة مع تقرير تم إعداده من فريق عمل ستات خالص، وحنرجع من جديد، خليكم معنا. زمن طويل وحتى اليوم يعتبر بيت النسابة هو الملجأ الثاني للفتاة بعد زواجها، فالظروف الاقتصادية التي يمر بها البعض تجعلهم يسكنون مع أهل الزوج، وهي وسيلة وأمر لا بد منه، خاصة أن مجتمعنا يفرض علينا أن نعيش هذا الدور. هناك من يتقبل الفكرة وهناك من يسكن بمفرده تفاديا للمشاكل التي تحصل من أهل الزوج، وهناك آخر فرضت عليه الظروف أن يسكن مع أهله ولم تسمح له بأن يؤجر. بعض الأزواج تفرض عليه الأم أن يسكن معها. قصص وحكايات كثيرة نعيشها يوميا داخل بيوت النسابة دون حلول لها، ولكن أصبح السكن في البيت الكبير عادة موجودة منذ الحبوبات والأجيال السابقة، ولها طعم مختلف، خاصة وأن مجتمعنا يتطلب في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في كل بيت سوداني السكن مع الأهل، ويظل الانطباع الأول الذي تعرفه الزوجة من أهل زوجها هو الذي تأخذ به وتتعامل به. ولكن لماذا تختلف وجهات نظر المجتمع حول سكن الزوج في بيت حماته إذا تطلب الأمر؟ لكن مجتمعنا لم يرحمه من لدغات الألسن الجارحة التي يتلقاها. لن يتمكن أحد من التخلص من المشكلات العائلية أو إيقافها بصورة تامة، لكن باستخدام مهارات الذكاء الاجتماعي يمكن للزوجين إدارة الخلافات مع الأهل بصورة ناجحة للفوز بعلاقة مستقرة أكثر سلاماً وهدوء. اهلا
أهلا بكم من جديد ومباشرة إلى ضيوفنا داخل الاستوديو. خلونا نرحب بدكتورة حنان أحمد يونس القانونية ووكيل أعلى بنيابة حماية الطفل والأسرة بولاية الخرطوم. دكتور حنان أهلا ومرحبا بك ورمضان كريم. أهلا ومرحب بك يا أستاذة، وأهلا ومرحب بقناة البلد وببرنامج ستاتي خالص. وحقيقي يعني أنا سعيدة بهذا البرنامج، لأنه كلمة ستاتي خالص تعني نوع من الخصوصية والاهتمام بالجانب النسوي. فأهلا ومرحبا بكم ورمضان كريم على الجميع. أهلا بك يعني دكتورة حنان، وكذلك امتد الترحاب الأستاذة سوريا إبراهيم الحاجية اختصاص اجتماع. مرحبا بك أستاذة سوريا، أكيد منورانا في الموسم الثاني من ستات خالص. أكيد الموسم الثاني يا معزة. أول حاجة رمضان كريم عليك وعلى كل اللي بيتابعوا شاشة البلد. مرحبا بك، إن شاء الله يكون خفاف، ضيوف خفاف عليهم، ونناقش موضوع النسابة بطريقة براحة وهادئة يعني. أيوة، ما تجيب مشاكل. مشاكل كل واحدة فينا بعدين ترجع تبيت في بيتها إن شاء الله. مرحبا بك يا أستاذة سوريا، دايما موجود معانا حالة نحن بنطرحها عبر الحلقة عشان ناخد منها بعض المعلومات ونبدأ بالتحليل والقراءة لها من الناحية القانونية وكذلك الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك رمضان كريم. أهلا ومرحبا بك رمضان كريم عليكم إن شاء الله. مرحبا، يعني حنبدأ قصتك من الأول، وأنت جيتي عروسة على أسرة جديدة كده، احكي لنا تفاصيل زواجك، يعني كانت كيف من الأول؟ كانت عادية، فيها الرفض فيها قبول، شنو البدء من الأول؟ طيب القصة بتاعتي في البداية كانت طبيعية جدا جدا زي أي قصة زواج سوداني قديم. يعني هو جود قدمه، بس كان يعني في يعني الناس حذرون، يعني قولنا الأسرة دي نص صعبين شوية، لكن ما احنا يعني ما عارف احتمال تكون القسمة حاجة زي دي. طيب المهم الزواج يعني عقدنا في الأول، بعد 6 شهور من العقد تزوجنا. تزوجنا بعد ذاك هي المشاكل بدأت تظهر من أيام يعني من المناسبة، من الاستعداد للزواج. من الاستعداد للزواج يعني في الشيلة، يعني كان في حركات كده ما حلوة في كان بيحصل شنو؟ يعني اخترتي شيلتك ولا لا حمواتك هم اللي اختاروا؟ مش اختاروا الشيلة، الحموات جابوها. هاي فلما جو جابوا الشيلة، أول مشكلة حصلت كانت في الشيلة، قالوا نحن يعني ما استقبلناهم كويس، في حين ما كان يعني ما يعني ما اعتقد انه في بيت سوداني ما بيستقبل نسابة لأول مرة بطريقة ما كويسة، بيكونوا فرحانين بزواج بيتهم والحاجات دي التقليدية اللي بتحصل دي. فشنو هم قالوا انه نحن ما استقبلناهم كويس، وكانت يعني ما اكرمناهم. المهم كلامات زي بعد ذاك تاني جات المناسبة برضو نفس الشيء، نفس البرنامج، الناس كلها يعني الأسرة كلها جات ما تغدوا، في ناس ما اكرموهم، ما عارفة أمي كانت صارة وشها وأخواتي كانوا كيف، يعني مواضيع زي دي. بعد ذاك رحلتها في البيت، البيت للأسف الشديد مشترك مع الأسرة، يعني غرفة هي مفصولة بحوشة، لكن حمام مشترك، مطبخ مشترك، في باب في الحوش، لكن الباب أنا ما بقدر أقفله، حتى نحن أيامنا الإرسال الباب ما كنا بنقفله. الباب بينك وبين بيني وبينه ما بيتقفل، الكبير ما بيتقفل، يعني بيقول لا السبب شنو؟ لا ما انه امه في اي لحظه عندها الحق انها تجي بيته، امه عندها الحق تجي عندها الحق انها تجي بيت ولده في اي لحظه، وهم ذاتهم البنات بيقولوا انه ده بيت ابونا. اها يعني انت ما عندك شو الحق. طيب زوجك كان رايه شنو في الحته دي؟ هو برضه ده بيت ابوه طبعا. يلا هو بس في النقاشات زي دي كان بيقول لهم يعني برضه انا عندي حق. المهم المشاكل يعني كده في شد وجذب مع اهله، ومرات تحس لو تايه ما قادر يحل المشكلة، باقي يعني زي ما بيقولوا أرنب بين كلبين، بيني أنا وبين أمه وأخواته كده يعني عرفتي. فالجو دايما موتر، دايما في مشاكل، لما يحسوا إنه ولدهم يعني منجذب لي أو بيسمح كلامي بيقوموا بيألفوا قصص، يعني مثلا يقوموا يقولوا لي هو الليلة شاكلت أمي، شاكلت أمي؟ آي يعني أمهم اللي هي نسيت مثلا صرت في وشها، قالت لها تعالي نادينا على الفاتوره بتجي، هم بيكونوا اصلا ما نادوني بتجي، قلنا لها تعالي اعملي شاي بتجي تعمل الشاي، وفي حين ده كله بيكون ما حاصل، يعني هم اصلا ما بنادوني. حسيتي انه هم قصدهم شنو من المشاكل دي؟ تتطلقي تمشي؟ ايوه ترجعي بتهلك؟ وكنت كنت بمشي تكونوا مرتاحين؟ ايوه كنت بمشي، كنت لما يعني احس انه يعني الكوح حمى علي شديد ب
بقول ما مشي بيت اهلي. طيب هو كان ردت فعله شنو؟ هو بيخليني يعني شويه يومين ثلاثه اربعه كده ثاني بيقوم بيجي. بيجيكي في البيت بس؟ بيجيني في البيت. جميل. خلاص ثاني ما في زول حيتعدى عليك، ثاني ما في زول بيجي راجعه تحصل ثاني نفس الحاجه. ما فكر يعمل لك مطبخ منفصل؟ لما عملنا المطبخ المشاكل زادت اكثر. ليه؟ لانه مثلا طبخته في المطبخ، كان يعني بطبخ في غرفتي ذاته، لكن يعني طبخته لما هو يجي بتقوم امه تقول له تعالوا كل معايا، الا يشيل اكله ويمشي يقول مع امه. الاكل انت طبخته؟ اه الاكل انا طبخته. فبقوم اقول لي خلاص راح نمشي ناكل مع امي. انا كنت بشيل الاكل وبمشي، فبقوم شنو ما بياكلوا اكلي، ما بياكلوا الاكل بتاعي يعني. ولو هو اكل يعني ما عارفه بشاكلوه ولا مهم، يعني حسيت انه هو ذاته اكلي انا ذاته ما بياكله. فلما سالته انت بتقول لي رح نمشي يعني بيتنا اسمي عشان ناكل معاهم وبتاكل اكلهم هم وانا ما بتاكل اكلي، ليه يعني؟ بتقول لي انا ما دايره مشاكل. ما دايره مشاكل معناته شنو؟ انا لو اكلتها هم حيزعلوا. فكده كل ما احس انه انا خلاص يعني ما قادر اصبر بقوم بمشي بيتنا اسمي. بقعد عندها لي يعني سنه. سنه؟ ست شهور هاي ما بيجينا. ما بيسال مننا. عندك اطفال منه؟ دي كان قبل ما قالت الطفل، بعد ولدت ولدي الاول بعد ذاك المشاكل بقت شنو؟ ما هو كانوا يعني مثلا بيقوموا يتكلموا معاه اخوه، واخوه بيقوم بيجي يعني كده انت عملتي كده وعملتي، بعد جبت ولدي وجيت البيت بعد ذاك بقى الموضوع كده يعني ليه بقى المكشوف؟ يعني مثلا مره بعد ما انا ولدت وجيت قاموا جوا اخواتي عشان يقوموا يعني بعد ما انا مشيت بكم يوم، اول حاجه في الولاده في السمايه هو جاب اهله وجو السماية. الحصل يعني في السماية شيء مؤسف، بعد ما ضبحنا ويعني الشغلة بتاعت الأهل وأهل وأخواته وأمه وجده كان بالليل. فأول حاجة أمه لما جت خاشة ما سلمت علي ناس أمي وناس بيتنا وأخواتي وأخته الكبيرة جلدوا بالليل ما سلموا عليهم. بعد ذاك شنو؟ جيبوا لنا العدة بتاعتكم دي خلونا نعمل حاجات سمايتنا دي ومش نتخارج نحن كده يعني، عرفتي؟ يعني ناس جايين كده زعلانين ولا ما عارفه الحاصل شنو. انا لما نجي اتكلم امي بتسكتني، ابوي بيسكتني، اخواني بيقول لي ما صح اسكتي كده خلينا نحن الموضوع ده بيتحلى. اتصرفوا تصرفات ما جميله خالص السماية. بعد عملنا الغدا وجابوا اهلهم كلهم كانوا ضابحين يعني خروفين. سبحان الله باقي الاكل الفضل من السماية شالوه. وباقي اللحمه والله العظيم باقي اللحمه امه نزلتها كده وشالتها مشبعه. وانت ما تكلمتي ولا اسرتك؟ ولا اسرتي. طيب ثاني يوم يا اخو طبعا عاداتنا السودانيه والمره النفسها دايره اكل ودايره حاجات، اضطروا ناس بيتنا مش جابوا لي لحمتي وحاجاتي من السوق يعني. انا بيت ثاني ارجع ما رجعت طوال. من ولدتي ولدك الاول؟ من ولدتي ولدي الاول ثاني ما رجعت، قعدت لحد ما ولدت امي اربع شهور. هو بيحنش انه انا ارجع وانا بقول له ما حلف ده انا ترى ما بدي ارجع ما كنت يعني ذاته يعني كان طيب شيء. ما فكر يعمل لك بيت منفصل يعني يطلع من بيت الاسره خالص؟ ما يقدر نهائي يعني. لا ما يقدر ليه؟ السبب شنو؟ رافضين هو امكانياته الماديه كيف؟ بيقدر ياجر؟ بيقدر ياجر، بيقدر يبني، عنده نمره كان ممكن يبني فيها، عنده بيت ممكن كان يعني مرحله ممكن ياجر، لكن هو ما كان بيقدر لانه اخوه ده كان ما فيش وهو قاعد في البيت وهو راجل البيت، في حين اخواته المتزوجات ديل هم رجالهم قاعدين معانا في البيت. يعني ما في سبب بيخليه هو ما يرحل، لكن شنو هو ما يقدر يعمل. طيب نحن نجيف لحد ما انت غادرتي واربع شهور ما رجعتي البيت. طيب حبدا معاكي دكتوره حنان، يعني اول حاجه خلينا نبدا مع 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 موضوع النسابه عموما. المشكله بتبدا من وين؟ يعني ليه دايما اي بيت داخله على اسره جديده اول حاجه هي بتكون خايفه من تعامل الاسره نفسها معاه كيف؟ على هل حيتقبلوها باعتبار انها هي زوجة ابنهم ولا حيكون في رفض؟ هي بتدخل على البيت ده الجديد وهي متخوفه وفي حاله نفسيه مضطربه صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا حاسه زي الموضوع ده زي دخلني في حتتين، في حته الكيس اللي قدامي ومسألة تشريحة والمترتبات عليها من ناحية أسرية اجتماعية قانونية، ومن ناحية مسألة فهم عام أو تثقيف عام يفترض أن يكون عندنا كمجتمع لكل إنسان مقبل الزواج سواء كان رجل أو امرأة ولد أو بنت. فنحن المسألة دي للأسف شديد ما موجودة عندنا.
يعني نبقى أي ولد أو بنت تكون مقبلة على زواج، نحن بنبقى بنهتم بتفاصيل الفرح، بتفاصيل الصالة، بتفاصيل اللبس، بتفاصيل إنها يعني حتمشي وين وشهر عسل وكلام زي ده. لكن للأسف الشديد البيت بتكون خالية الذهن تماما عن الحقوق والواجبات الزوجية التي يفترض إنها تعامل بها زوجها أو تتلقى من الزوج نفس المعاملة. يعني للرجل بخش وهو عارف إنه في حقوق يفترض إنه يوفر لزوجته، صحيح، وفي واجبات يفترض إنه هو يقوم بها. فإذا دارين ناخذ القواعد الأولية في مسألة التعامل مع أسرة الزوج، مسألة الاحترام والتقدير، ودي يا ريت نحن نوري إنه أي بنت داخلة على أسرة جديدة إنه يفترض إنه توفر الاحترام والتقدير لهذه الأسرة. لكن هي المسألة متبادلة، هي ثقافة متبادلة، قدر ما بحترمك تحترني وقدر ما بقدرك تقدرني وهكذا. إذا أي أسرة جاياها بنت قريب عليهم زوجة ولد، لو عاملوها بنفس تعامل بنت نفس ما يتمنوه في بنتهم من زوجها ما بتصير في مشاكل. كلام صحيح. أي نعم. فالمسألة الثانية مسألة الخصوصية. إذا قلنا أختنا الكريمة جاب في بيت سكن مع أسرته، أول ما يعني أول مبدأ قانوني أو شرعي غير متوفر في هذه المسألة اللي هو مسألة السكن الشرعي الخاص بالزوجين، حتى وإن فصل لها لكن هي غير مسموح لها بأنها تكفي الباب عشان تعيش حياتها الخاصة في لبسها، في كلامها، في حياتها مع زوجها، نسميها زي ما نسميها، فهي غير مسموح بها، لأنه السكن يعني مشترك، والسكن في الاشتراك فيه اشتراطات بتمنعها إنها هي تعيش حياتها. وده أثر يعني زي ما ذكرت هي أثر على مسائل كثيرة، حتى في مسألة اتخاذ القرار بالنسبة لزوجها، في إنه يقرر إنهم ماشيين، إنهم قاعدين، إنهم طالعين، إنهم عايزين يأكلوا إيه، عايزين يشربوا شنو، عايزين يتكلموا كيف، عايزين ينوموا متين وعايزين يصحوا متين. إذا كان أصلا هي ممنوعة من إنها تكفي الباب عليها أو الباب المشترك، يبقى هي ممنوعة من أشياء كثيرة. صحيح. ودي نعم نعم. وأنا ممكن أواصل. صحيح. إذا طيب أستاذ سورية، يعني بقت المشكلة الواضحة حاليا هي يعني إن هي ما عندها خصوصية في بيتها. طيب ليه نحن دايما بنعاني من عدم القبول من التدخل المباشر من الأم أو حتى من الأخوات، والسيطرة نفسها على قرارات الإبن في إنه تفصل لها بيت، لأما المطبخ يكون واحد، يعني تطبخ نحن جبناه لشنو؟ ما جبناه عشان تشتغل معانا في البيت، دي إذا ما قال له مفروض هي تشتغل، يعني تشتغل معانا، دي أحيانا بيجملوا الكلام، فالأشياء بتتفرض عليها، أو حتى هو نفسه بيلقى يعني بيلقى نفسه هو بقى بين أمرين، يا يعني إما هو يكون مع زوجته أو مع أمه أخواته، وفي الحالتين الزوجة هي الضحية. طيب في البداية أنا حابة أقول إنه النسابة هم امتداد طبيعي لأسرتك إذا كان للزوج أو الزوجة. طيب. وامتداد اجتماعي ظريف جدا وعنده أبعاده النفسية والاجتماعية، وكمان يعني كثير من التفاصيل ممكن تكون بيناتهم بتجمعهم، فهو امتداد طبيعي لعائلتك، وأبدا بالعكس ما المفروض يكون خصم عليك، هو إضافة حقيقية. يعني صحيح. النسب هو إضافة حقيقية للزوج أو الزوجة. الحقيقة أنا عايزة أقوله بس يعني الحالة قبل ما يعني إحنا قبل تحت الهواء قالت إنها هي عمرها 14 سنة اتزوجت. أيوة صغير. في تقديري 14 سنة هي طفلة، لأن هي يعني عمرها ما يعني تمت 18 سنة، لأنه بتعرف الطفل في غنو الطفل السوداني إنه هو كل شخص لم يتجاوز 18 سنة، فيبقى هي طفلة. طفلة أنا أفتكر دي أعباء كثيرة عليها، وكون أسرة الزوج والزوج نفسه يتزوج بالطفلة أنا أفتكر دي ذاتها بحد ذاتها فيها خط أحمر، وبعد ذلك تاني ممكن أي حاجة تدعمل فيها بالمناسبة، ما مش التعامل السيء أو كده. كون هي زوجة في العمر ده أنا أفتكر ده انتهاك وعنف تماما ضدها. الحقيقة أنا عايزة أقول إنه عايزة يعني أمشي شوية في المزرعة بتاعت التربية والتنشئة الاجتماعية بالنسبة للزوج، وبالنسبة حتى للعقل الجمعي للأسرة السلبي، العقل الجمعي السلبي إحنا بنقدر نقول عليه، يعني اللي هو أنا دايما بقول كل ما الطفل يتربى او يتنشئ يعني تم تنشئته تنشئه ايجابيه
فيها احترام الآخر، فيها حتى حق التعبير. يعني الطفل ده يكون عايز الحاجة دي يقولها بدون خوف، بدون ما يعني الأم والأبو يعني يجبروه على حاجة هو ما عايزة، يكون عنده حق التعبير وعنده حق احترام الآخر. يعني هو يحترموه، الأسرة تحترمه، الأم والأبو يحترموه، الأخوان يحترموه. الحاجة دي لحد كبير بتأثر في شخصية الفرد. نعم. وإحنا دائما بنقول بالذات في الفترة الأولى من شخصية الطفل اللي هي 5 سنين الأولى، كل ما بقت فيه جرعات إيجابية بالتأكيد حتكبر معه. وإنت الكلام اللي قلته في الأخير ليه يبقى بين أمرين؟ يعني دي حاجة أصلاً اللي هو واثق تماماً، واثق من شخصيته وقوته، واثق من هو في معين في شنو، ما بكون عنده خيارات أبداً، ما بكون عنده خيارات صعبة. طيب. ولا عنده الصعوبة بتاعت إنه هو يختار شنو. فيبقى كل ما الشخص يتربى بطريقة جيدة فيها احترام الآخر وفيها لحد كبير فيها حق التعبير دي، يعني ما بتكون شخصيته قوية، بيكون عارف هو يتعامل مع الآخرين كيف، بيعرف كمان يختار ميثاق، عايز أدبي علمي، عايز يخش هذه كلية، عايز يشتغل ياتو وظيفة، عايز يتزوج ياتو بيت، من حقه طبعا. دي لحد كبير ما بتخش فيها الأسرة، الأسرة بتساعد، ممكن يكون في مشورة، لكن القرار الحاكم هي بيختار الزوج أو البيت، برضو عندها الحق للاختيار. الحاجة اللي أنا عايز أقوله دي كلها لما توفرت بالتأكيد الزوجة حتخش الأسرة دي حتكون مرفوضة، لأنه شخصيته ضعيفة الزوج، في عقل جمعي سلبي موجود في البيت، وصوته عالي جدا، ما بيقدر أي يعني الشخص ما بيقدر يتحرك. الحاجة الثانية إحنا عندنا مشكلة كثقافة اجتماعية سودانية، ما عندنا خصوصية، مش الحياة الزوجية. الطفل في البيت عادي، أمه ممكن تفتح دولاب وتقول عن إذنك أنا عايز الحاجة الفلانية، أو لو سمحت تلفونك، او ممنوع انه زول يرفع تليفون زول الا لو انت سمحت له. دي لحد كبير بتخلي خطوط حمراء في تعاملنا مع الاخرين، اللي هي دي فيها احترام الاخر. كل ما بقت متينه ومثبته بشكل جيد، فيبقى يعني بالنسبه للزواج وبالنسبه للعلاقه تحت النسب ما بتكون فيها مشكله، لانك انت احترمت الاخر من هو طفل، عرفت تتعامل مع خصوصياته كيف، ما بتشيل حاجه بدون اذنه، انت بتحتذر الام لو ممكن يحتذروا لطفولهم لو هم حاسين انهم اخطاوا. أيوة. اول جواب طريقه صحيح. فدي كلها لو انعدمت ثاني بيبقى ما في خلاص، يعني هو خلاص ماشي ورا العقل الجمعي السلبي، ماشي ورا امه واخواته في البيت، لو قال اعمل كذا بيعمل كذا، او ما بكون عنده الخيار حقه، حتى لو هو مقتنع يعني حسب كلام الحاله انه هو بكون محتار، محتار في انه يتعامل كيف. ودي مرحله ما المفروض يصلها لو هو من البدايه. ويمكن استاذ حنان قالت كلام مهم جدا اللي هي السكن الشرعي، دي مثلا مهمه جدا، وكثير من يعني الزوجات هم بيتكلم على الزوجات لانه في الغالب العنف بيقع عليهم هم اكثر. أيوة. لانه في الغالب بتكون مع اهل الزوج، يعني وفي اسر كمان الزوجه بتكون قاعده مع اهلها والزوج بيكون معاه يعني مع اهلها. فبالتالي المساله دي لحد كبير لو ما في خصوصيه لسكنه تبقى مشكله. يعني كثير من الاسر، وانا عملت زي سيرفي صغير، يعني في زول بتقول لي انا قاعده في اوضه وبرنده، الاوضه والبرنده انا في الغرفه ونسيبتي في البرنده. فدي لو عايزه تمارس علاقه زوجيه مع زوجها مشكله، لو عايزه تطلع بالليل تتحرك لنظافات الشخصيه، عايزه تمشي الحمام مشكله. واحنا معروفين يعني شنو علاقه جنسيه، يعني ممكن تكون في ريحه بتاعت عطور، في تكون في جو خاص بالنسبه للعلاقه الزوجيه الحميمه دي، يعني كثقافه سودانيه حقتنا. فيبقى هنا الخصوصيه منعدمه، انعدمت تماما ومنعدمه تماما. فيبقى ما في ارتياح في العلاقه الزوجيه، وممكن يحصل فتور بالمناسبه في العلاقه الزوجيه نفسها. الحاله قالت كلام مهم، الناس اللي عايزين يشاكلوا وخصوصا في الفتره الاولى من الزواج بيحصل خلاف وبيحصل اختلاف، ولانه كل زول متربي في بيت معين وطريقه تربيه معينه وطريقه تنشئه معينه، فبالضروره يكونوا مختلفين، يعني ما بكونوا يعني متوافقين 100%. حتى لو هو يحبوا بعض في توافق فكري وعاطفي بيناتهم، لكن بتكون في حياه صغيره هم مختلفين فيها، يعني في فلسفتهم في حياتهم. فيبقى الخلاف ده هم محتاج يتناقشوا، واحنا ما بنقول شكله، محتاجين يتناقشوا فيه بصوت عالي، ياخذوا راحتهم فيه، يعني ياخذوا راحتهم في النقاش. فهل ده ممكن في الاوضه والبرنده دي ولا لا؟ حتى لو في شقه صوت عالي، يعني في النهايه حته تكون هي مفصوله تماما. صحيح. وهي قالت كلام مهم، احنا في ظروف اقتصاديه سيئه، لو تم يعني الاسره مضطره او الزوجين مضطرين يقعدوا في الاسره الممتده او في السكن العام بتاع الاسره الممتده، تكون في خصوصيه تامه. عرفتي كيف؟ يعني ده الحل الامثل في التقدير. اكيد احنا حنواصل مع اكيد معاكم في مختلف المحاور بعد الفصل القصير، حنعود في ستات خالص. عالم فيه حتى وغريبه
مبهر وبهوى سعد ومواتي عشان مستقبل فجر غيافة لو كنت شمع حوار ستاتي عشان المرأة حديثة دنيا تحلى الطول في حوار ستاتي حوار شفاف وجري وموافى خطوة سوق للزمن الآتي عالم فيه حتى وغريبة مبهر وبها وسعد ومواتي عشان مستقبل فجر قيافة لو كنت شمع حوار ستاتي. طيب يعني أستاذة سرية تكلمت عن 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 موضوع الخصوصية، حتى نحن لو اتخطينا موضوع العمل في البيت المشترك، يعني موضوع المطبخ والنظافة وغيره من الأشياء، بعد ما نتجاوز المرحلة دي ويكون في أبناء بين الزوج والزوجة، فبيبقى الحبوبة بتتدخل في طريقة التربية. أحيانا الأم بترفض إنه يعني أنا دي الأولادي أنا أربيهم بطريقتي، هي بيكون راية لا أنا أربيهم زي ما ربيت أبوهم، فبيبقى هنا في تجاذب بين الأم وبين الحبوبة في طريقة التربية نفسها، وتبدأ المشاكل في إنهم أحيانا هم يبدوا بالأطفال إنك أنت يعني ده يحرش، أنت ما تتعامل مع حبوبتك وأنت أمك كده ما تتعامل معاها وفهمها غير، فهي بتبدأ المشكلة في طريقة التربية نفسها والتدخل، ودي استمرار المشكلة اللي بدت من بداية الزواج. نعم. طيب دي برضو نحن ممكن برضو نمشي في حتة عدم الخصوصية، في إنه يعني الخصوصية دي ما بتعني الرجل والمرأة فقط، إنما بتعني الأسرة الجاية من المرأة والرجل اللي هم الأطفال. الأطفال برضو من حقهم إنهم يعيشوا في منزل خاص بهم، بمعنى إنهم يعني يقضوا معظم الوقت مع أمهم وأبوهم البيولوجيين، على أساس إنه بتكون يعني في أسلوب للتربية يختلف من جيل لجيل، زي ما بتجي رسائل من الحبوبة بالزمن السابق وهي لأنها ربت أبوهم، أنا بيكون عندي رسالة مختلفة عن رسالتها بعامل السن، بعامل الدراسة، بعامل التجربة، بعامل كذا. فالطفل في الحالة دي هو برضو بيكون ضحية لعدم الخصوصية، لأنه بتكون في رسائل متعددة في آن واحد. صحيح. ودي يمكن تخلق لي بعدين طفل مهزوز، لأنه الأم لما تقول لا الحبوبة بتقول عايش، الأم لما تقول ممنوع بتقول له أمش، فبتبقى في رسائل سالبة، والطفل في الجانب ده بيقوم بياخد الحتة اللي بتريحه، الحتة اللي بتبرر له الممنوع في انه يعملوا ليه، لانه هم عايشين في وسط اسره كبيره، ده ما يعني منع ولا عدم احتراف بالاسره الكبيره الممتده لها افضال علينا كلنا. صحيح. لكن لا بد انه تكون في خصوصيه بالنسبه للاطفال، ودي بتاثر عليهم برضو في مساله انفاق ابوهم عليهم في اشياء بتخص الطفل في نفسه. الطفل في الاسره الممتده قد لا يجد كل الاشياء، حتى في جانب الأكل قد ما يلقى كل الأشياء اللي هو بيتمناها في نفسه، لأنه هو ملزم بوجبات الكبار، ملزم بمواعيد وجبات الكبار، ملزم بنوع الوجبات اللي بيتناولوها الكبار، ملزم بمواعيد يعني الصحو والمنام بالنسبة للكبار. فمسألة الخصوصية دي مهمة جدا جدا، وبرضو بتجيبنا في الجانب الثاني أو السبب الثاني المهم جدا في قيام زوجية صحيحة، اللي هي مسألة الإنفاق. لأن الرجال دائما في الأسر المرتدة دائما بيكون الصرف على الأسرة الكبيرة، في جانب لأنه المطبخ واحد، لأنه الالتزام واحد، لأنه كذا، وقد تحصل تقصير شديد جدا جدا في اتجاه زوجته، خصوصا في أشياء الخاصة أو في أطفاله في أشياء الخاصة، لأنه بتلقيه هو ملتزم بأسرة كبيرة، ولذا إنه بقصر في الأشياء
الصغيرة اللي بتخص أسرته. صحيح. فدي كلها ممكن تقودنا لمسألة السكن الشرعي، وبعديه بتجي مسألة الخصوصية، وثالثا بتجي مسألة الإنفاق ومترتباتها على الأسرة الصغيرة الخاصة بالزوج. طيب نحن نرجع معاكي من 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 حتة إنك أنت بعد إنجابك للطفل الأول أنت بقيت 4 شهور في بيتكم، ورفضتي إنك أنت ترجعي لمنزل الزوجية من جديد. طيب في الفترة دي شنو اللي حصل؟ في الفترة دي كان يعني التواصل من الزوجية يعني ما باستمرار، ممكن يعني في 3-4 شهور دي ممكن يكون دي مرتين انه امشي البيت وانا ما انا رافضة. طيب بعد ذاك خلاص حطوا لنا شروط انه يقوم يفصل لي مطبخي. خلاص عمل لي مطبخ ورجعت، المشاكل بقت اصعب من الاول، يعني بقت في مواجهة بعد ما عمل لي مطبخي. يعني اول حاجه هو يعني ما المصاريف اللي بيديني لي انا ما بتكفيني، لانه مضطر انه يدي ناس امه، يعني بيقوا عاصرينه في المصروف. الام يعني كل يوم مثلا انا عيانه، انا دايره حاجه لنفسي، انا اللي جاينا ضيوف كده عرفتي، يعني لما اقوم اقول له انا ذاتي يقوم يقول لي انت ما براك، انا ممكن تاكل اي حاجه. نمره واحد نمره اثنين بقى مضطر انه ما ياكل معانا في البيت مع الأسرة الكبيرة. ياكل دغالي الناس أمه، يعني أنا آكل براي في البيت. حتى لما يجي من الشغل بيقوم بيشيل ولده وبيمشي الناس أمه، يعني بس السلام عليكم وعليكم السلام، بيشيل ولده وبيمشي بيقعد الناس أمه، بياكل ويشرب. حتى أنا بسمع صوت ولدي بيبكي داير يرضع وما ما بيجيب. ما بيجيب ولد. طيب استمر الحال ده كم فترة من الزمن؟ استمر يعني ممكن أقول لك أنا يعني صبرت كده على يعني نفسي لحد ما قام في يوم من الأيام جو أخواتي عشان يزوروني. فقاموا اخواته قالوا لي اطرد اخواتي بك اخواتك من البيت. تطرد اخواتك من البيت والسبب شنو؟ بس كده احنا ما دارينهم، وده بيت ابونا. لما انا رفضت قاموا اخواته جو البيت وتعرضوا لاخواتي بالكلام الشين يعني، وضرب في بعض يعني. فانا قمت مشيت مع اخواتي طوال، شلت ولدي ومشيت مع اخواتي، مشيت قعدت في بيت ناس ابوي سنتين. هو رفض يطلقني وانا رفضت ارجع. رجعت المدرسه واصلت قرايتي. وبقيت قاعده، ولدي ياخذ تم سنتين كده، المهم يعني ما عندي اي مشكله، ولا طالبت بنفقه ولا طالبت باي حاجه، بس اكتفيت بانه انا شنو طلعت من الاسره دي وطلعت من البيت. حاليا انت حصلت على ورقه الطلاق؟ رفض يطلقني. الكلام ده هو بدري طبعا. رفض يطلقني. بعد ذاك سنتين انا قاعده في بيت ابوي، ما في صرف على ولد وما في سؤال. ما بعد السنتين ديك تاني جاب جاويد وجا عشان يرجعني. يعني انا كنت خلاص كبرت حبه وعيت حبه، يعني خشيت الجامعه، شفت يعني عرفت الحاصل. جا عشان يرجعني، فاتفقي معه انه ارحل من البيت تماما. الف واخواته رحنا أجرنا في نفس المنطقة، بس في بيت بعيد من الناس، من الأسرة، من بيت الأسرة. للأسف الشديد ما في خيار، يعني نفس التفاصيل ديك. طيب أنت ما بقيتي عندك بيت منفصل وبعيد منهم؟ بقيت عندي بيت منفصل وبعيد منهم. طيب اللي بيحصل إنه ما هو أنا ممكن أكون قاعدة معاهم في أسرتهم ذاتها في الأسرة، لكن زوجي ده زول مالك قراره يقدر يفصل بين أمه وأخواته وبين زوجته. صحيح. يمسك هنا ويمسك هنا. ممكن اكون بعيده منهم تماما، لكن اللي ضح في شخصيته هو ما قادر يفصل بين حياته الزوجيه وبين اسرته. كنت معاه في نفس الحي، نفس التفاصيل. انت تجي من الشغل تمشي الناس امك اول حاجه لحد ما تتغدى وتشرب الشاي، وهنا بعد ذاك تجي راجع لزوجتك. انا اللي بيجيني بالليل، يعني انا ما بعرف اجي من الشغل متى. قعدت في الوضع ده 6 شهور، وللأسف الشديد كان يعني حصل حمل بطفل الثاني. رجعت أهلي لحد ما يمكن تميت 4 شهور ولا 6 شهور بحمل ده، وهو ما جانا ولا سأل مننا مهنا. بعد ذاك بعد الفترة دي ثاني يعني كده، انا كنت كده يعني. انت في دوامه؟ انا في دوامه. انا برجع البيت وبعدها بيقول لي ولد، يعني بعد حصل طبعا في الاول بيقول لي ولدك،
ولازم يتربى مع ابوه ولازم هنا. وهو لما نيجي لاهله بيجي بشكل تاني خالص. لما نرجع بيتنا بيبقى زول تاني. بعد ذاك انا شنو ذاتي يعني، انا مرات لما اقعد احكي لابوي بيقوم بيقول لي يعني معقول؟ هو ما مصدق الشيء. معقول في اسره بتعمل كده؟ هو مدين ناس بلد ويعني من نفس منطقتنا كده يعني، عرفتي؟ معقول بيعملوا حاجات زي دي؟ انت جاد الكلام ده حقيقي يعني كده؟ عرفتي انا كنت شنو؟ ما قادره يعني في فتره من الفترات بقيت ما عارفه ذاته اسرتي ذاته واقفه ضدي ولا الحاصل شنو. فممكن تقول استسلمت وقعدت بعد حملي بي ولدي الثاني ده، قعدت معه كل انواع العذاب انا ضغطها يعني ما تتخيل يعني اي حاجه كعبه ممكن تحصل في الزول هم عملوها لي في الفتره ديك. لحد ما يا هو ولدت ولدي الثاني في الولاده جات امي عشان تقعد معي، رفض يوديني المستشفى ولدت في البيت. لما يعني امي لما جات هنا كنت لسه يعني ما تميت مثلا يعني في التاسع، لكن ما هناك في اي لحظه ممكن ولدت. اها في نقطه انا ما هناك جابوني رجعوني البيت ذاك الزمان الاوضه الزمان ذيك من لانه انا بقيت مضطره اقعد لحد بالليل براي يعني انت مش داري رحلك هتكوني قاعده في وضع كده عرفت. فقمت استسلمت ورجعت في نفس البيت ذاك وبقيت قاعده. ويعني بعد ذاك تتخيل زولة حامل وعندها طفل في يدها وحياتها بقيت قاعده. يعني لما امي جات من الولاده انا كنت في الشهر التاسع وفي اي لحظه متوقع اني اهلك بيفصلوا الكهرباء من الصباح وبيطلع الشغل بيقوم بيفصلوا الكهرباء. احنا نكون قاعدين انا وامي في السخانه والظلام لحد ما جات يوم ولادتي وبطني وجعتني. وهنا هو قفل تلفونه طلع من الصباح يعني خلاني موجوعه ومشى الشغل هو قول تلفونه قفله هو التلفون كان بيجينا مقفول يعني ما قدرنا نتواصل معه. مشينا يعني بالدايه وجات ولدتني في البيت في الظلام. لما عندنا جيران يعني عندهم كده شاحنة جابوها ولدوني الحمد لله يعني ولدت، لكن ما تتخيلي بعد تعنا وتعب والأم قاعدة والبنات قاعدات حتى ولا جو ولا الحصر شنو ولا أي حاجة. وبعد ذلك جات عمتي مع أمي قاعدة. لما جات السماية هم مقاطعيني وما متواصلين معي حتى لما ولدت ما جوني ولا الحمد لله السلام ولا أي حاجة. لما جات السماية ضبح السماية الناس أمي وجابوا لنا لحمه كده يعني زي ما قسموا للجيران جابوا لنا لحمه كده نحن انا وامي وكده يعني حنقول يعني بنسكت بس. لحد ما تميت امي تممتني الاربعين اول الاربعين ذات يمكن الشهر ولا شو ما متذكره. المهم بعد ذاك في مشهد بعد ذاك انا واصلت معاناتي واصلت معاناتي دي يعني اي قلت لك يعني اي انواع المعاناه اللي ممكن تخطر على بالكم انا تعرضت لها والحمد لله. لحد ما في يوم من الايام للاسف الشديد لما لقوني انا اصلا قاعده يعني واصلا ما قامت اخته عندها صاحبتها صديقتها فكانت يعني صديقتها دي يعني عندها علاقه مع زوجها فيعني بتجيو بتناديو من البيت وانا قاعده قدامي يعني عايزين يعرسوا لا ما يعرسوا له علاقة غير شرعية هو بيمشي يقعد معهم بيغاد ويضحكوا ويتونسوا بكون سامع يعني قاعدة سوق أولادي يقعدون معهم بيغاد يعني بس الزول ده بيجيني بالليل بس يرقدوا بالليل شنو الساعة واحدة الساعة اثنين يعني وأكون متأصلة لحد ما خلاص يعني بقيت ما قادرة سوقت أولادي ومشيت الناس أبوي وثاني ما رجعت لي ما رجعت. طيب خلينا نقف هنا يعني انا ما حاقول حاجه استاذه سريه تفضل تغيير الحاله هو هسه العرض الاخير عرضته انه هي رجعت للمدرسه وخشت الجامعه بتفتكري دي قوه صحيح حاجه مهمه يعني عملتها في حياتها تتحسب لها يعني بقوه شديده. الحاجه اللي انا عايزه اقولها انه في اسر كثير بتربي على اساس انه الزول ده حقهم الطفل ده حقهم والاحساس بتاع التملك لحد كبير يعني ما في طريقه انت تفكر في زولا ولا حياه ثانيه وخصوصا استاذه احنا تكلمنا عن الحياه بتاعت انك تنفق
النفقه دي لحد كتير هي بتكون محرك اساسي لانه تتفرتك اسره. وكتير برضو من الحياه انا برضو الكيس اللي مرت عليا يعني في زوجي قبل كده اتطلقت بسبب نسابتها لانه اتحرموا من النفقه بتاعه الزوج لانه ده ولدهم وخلاص المصاريف خفت شويه لانه بقت فيها اولويات ثانيه وده طبيعي طبعا أكيد. طبيعي جدا زي ما قالت استاذه حنان لانه في اطفال في حتى لو ما في اطفال في زوجه وعندها حقوق وعندها مصروفاتها وعندها نفقات المفروض يعني تكون عندها يعني. فالمصلحه الاقتصاديه دي مصلحه النفقه دي لحد كبير بتحرك اسر وبتطلب يعني بتقول له طلق فلانه تتطلق وممكن يجيبوا واحدة تانية تكون خاضعة لقوانينه. دي حصلت كثير يا جماعة في الأسر السودانية حصلت كثير جدا بشكل مؤذي وبيكون في أطفال تشتتوا وفي التفكك حصل للأسرة وحاجات كثيرة جدا جدا. فبالتالي الحقيقة عايزة أقول إنه مهم شديد إنه مسألة النفقة حتى لو أسرة كانت فقيرة في تدابير لأنه برضه بنفس المستوى في أسر فقيرة وولدها اتزوج وبعد عنده حق في خصوصيته وأولوية في نفقة أولاده. ده برضه ده طبيعي جدا بالمناسبة. لكن الما طبيعي الحق بتاع التملك انك عايز تتملك ولدك ولانه ده حقك والكلام هي بتقول فيه انه دي حته ابونا دي عباره بالمناسبه كلمه صعبه جدا بالمناسبه انه دي حته ابونا يعني انت ما عندك حق فيها. فدي برضه عندهم احساس انه هو الزول ده بيصرف الاولويه لهم هم. أيوه. الاحساس بتاع انه هم عندهم الاولويه. طيب ليه وافقوا على الزواج من الاول ما دام هم شايفين انه هو الاولويه للاسره؟ يعني ليه يعني هي ما عندها ذنب في انها هي تدخل في اشكالات مع اسره يعني هي كانت ناشده الاستقرار والحياه الكريمه معاهم. صحيح. فبتتفاجئ بواقع اخر. طيب صحيح. ليه هم رضوا بالزواج من الاول؟ رضوا بالزواج لانه عايزين يعملوا الشكل الاجتماعي انه ولدهم يتزوج. دي بيفتكروا انها فخر يعني رصيد لحياتهم الاجتماعيه اللي هم بيعملوا فيها، ولدهم يتزوج وكده بيفتكروا هم ذاتهم الحاجه دي بيفتخروا بها يعني ان هم خلاص عرسوا لولدهم، عرسوا لولدهم لكن ويزين او تحت شنو سياساتهم السيستم بتاعهم نظامهم وحاجاتهم وضغوطاتهم المفروض يعملوها يعني. فبقى ده الشكل الاجتماعي بس لكن هم في النهايه هم عارفين وعايزين يعملوا شنو تماما وحاولوا بطرق كثيره انه هي خلاص تسهي من بيتها وتمشي وتطلع وكده يعني ما قالوا يطلقها عديل لكن جابوا له بديل وانه ممكن يختار زوله ثانيه وكده يعني. ده كله في لان هي في النهايه بيفتكروا هي ضايقتهم في خصوصيتهم هم للاسف الشديد يعني. وده الطبيعي انه هو حتى لو صرف عليه بيته اكثر ده الطبيعي بالمناسبه. صح. واللي بيسمعونا حقه يعرفوا الكلام ده انه الاولويه لاولادك ولزوجتك وده لا يعني انه ما يصرف لي على اهله برضه دي نسبيته. هو ممكن يصرف على اهله لو اهله محتاجين له لانه برضه على الاقل امه وابوه من واجبه برضه يصرف عليه في حدود امكانياته. دي حاجه مهمه جدا في النهايه احنا لازم نتكلم فيها ونثبتها. في حاجه ثانيه يعني احنا خلينا نتكلم عنها يعني ليه النسيبه دائما بتخط راسها براس مرت ولدها يعني جبت لك توب تجيب لي نفس التوبه جبته لي مرتك. دائما المشاكل في حاجات العيد يعني. صحيح. نفس التفاصيل اللي في بيتك تكون موجوده عندنا حتى لو كان الابن ده ما بيقدر انه هو يوازن بين الحاجتين في البيتين مع بعض. ليه دائما هي بتخد انه يعني مرت ولدها دي هي زي الضرطه. صحيح. طيب انا دائما بقول انه ما انت في النهايه يعني لانه في التربيه الخاطئه دي انه الاسره بتربي الطفل على انه هو الزول ده حقهم هم يعني بالعكس هو الاحساس الطبيعي انك تربيه لاهداف بعيده لاهداف انه ممكن ينفع اهله ينفع اقصد اسرته النوويه ينفع بلده ينفع حتى على ممارسه مهنته. دي الاهداف البعيده الاهداف يعني بعيده المستوى يعني بالنسبه للتربيه. لكن عموما التربيه التقليديه والنمطيه هي اللي بتكرس لانه الطفل ده من هو صغير هو مرتزق طوالي يعني حتى بيكون في دلال زايد يعني يا يكون في دلال زايد يا اما يكون في اهمال زايد او عدم انه ما يحترموا رايه وما يسمعوا كلامه او ما يخليه يعبر عن رايه او يكون مهمل تماما او يكون مدلل زياده عن اللازم. الاحساس بتاع التملك اللي انا قلته لك ده هو الشخص ده حقهم وما في طريقه انه هو يبعد منهم حتى قصه انه هو يسكن معاهم دي ده جزء من احساس التملك لانه في اسر مقتدره يعني الزوج بيكون مقتدر في انه يعني يسكن زوجته سكن شرعي لوحدها في بيت منفصل لكن مع ذلك الام ممكن تكون مصره الاخوات ممكن يكونوا مصرين. أيوة صحيح. تماما. فانا افتكر ده سوء تربيه في الاول اذا كان يعني تربيه فيها دلال زايد او تربيه فيها تملك زايد ما فيها اهداف بعيده لان هو ينفع مجتمع كامل وينفع اسرته النوويه كمان. نعم. طيب دكتوره حنان يعني خلينا نتكلم عن الزوج نفسه. يعني الزوج احيانا هو
ما بيقدر يعني يكون قراره خاص به وبعيد عن 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 امه، دائما هو يعني بيمشي رايه، بيستمع الى كلماته حتى لو كان ده على حساب زوجته، واحيانا هو بيكون غير راضي عن الشيء الحاصل لكن هو بيرضخ لقرارات الام وكذلك الاخوات. احيانا في ازواج بيكونوا عارفين انهم اهلهم ده الكعبين. نعم. وبيتعاملوا مع مرتي دي بمنتهى القسوه ومعامله كعبه جدا، وانا عارف هي لما تجي تحكي له الليله امك عملت لي ولا اخواتك، فما بصدقها ودائما بيقيف مع امه ومع اخواته. هنا الخلل وين؟ انا والله يعني بفتكر انه مسألة التملك زي ما ذكرت أخوتنا الشجاعة في سرد على قصتها، مسألة التملك واتخاذ القرارات والميول لجانب أسرتي وحتى إن كانوا خطأ، أول يعني المسألة برضو بخش فيها الجانب الديني، مسألة الوازع، مسألة مخافة الله في الزوجة، لأنه البيوت دائما تبنى على السكن والمودة والرحمة، وده يمكن الشرط الرابع اللي هو يعني أساس لقيام بيت سليم. فإذا كان هي في الحالة دي إنه الزوج على مدار ال 24 ساعة موجود في بيت أسرته، كيف حيتوفر سكن ومودة ورحمة بينه وبين زوجته وأبنائه إذا كان أصلا هو ما موجود؟ صحيح. لأنه يعني ربنا قال يعني خلقنا وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالسكون بتم المعايشة، السكون معاشرة، السكون بيتم بالسكن وتبادل الأشياء بين الأزواج يعني. فإذا كان الزوج هو أصلا غايب أو مقيد بواسطة أسرته، فالمسألة يمكن لو أخذناها من الأم وزي ما قالت أستاذة سرية فيها نوع من التملك، فيها نوع من الأنانية في أنه عايزة ولدها يبقى معها أكثر وقت، في أنه ينفق عليهم كأسرة ممتدة ويحرم أسرته. لكن هل يا ترى لو جينا نسأل أي أم بتسلك سلوك زي ده، لو المسألة انطبقت في التعامل مع ابنتك، لو كان ابنتك هي بتعرض لنفس المسألة إنه محرومة من زوجها، محرومة من سكنه، من مودته، من رحمته، من ضحكته، من كلامه، هل يا ترى كان حتقبل بنفس المسألة؟ ما حق نحن يعني نحن حق نكون أمينين وحريصين ونسأل إنه الحياة دي ما بعدها موت وما بعدها سؤال وما بعدها كذا. فدي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية دائما في النوعية لو أخذنا الكيس الأمامنا دي، إنه إحنا دائما بنلقى الرجل دائما زي ما قلت بيضعف في جانب أسرته على حساب أسرته الصغيرة على حساب أسرته الكبيرة. لكن أنا بتساءل يعني يمكن السؤال ده ذاته يجيب لي هنا، هل الزوجة يعني ملزمة بإنها تحب أسرة زوجها أو أمه مع احترامي الشديد لأم كل زوج بنفس قدره هو، أما المسألة بتخش في الاحترام المتبادل والود المتبادل والسكينة المتبادلة والتفاعل المتبادل؟ ليه هو يفترض دائما أنه زوجته مفترض أنها تكون أسرته أعلى عليها في التعامل، هم أحسن منها في الإنفاق، هم أكثر منها وهكذا؟ فهل نحن ملزمين بالحدود الدينية اللي بتلزمني بأنه أنا أتعامل بالحسنى وأدي أدائي كل ما أوجب الشرع عليه من احترام، تقدير، مودة، رحمة؟ ويعني هل أنا ملزمة بأكثر من كذا؟ هل ملزمة أنه الوحدة مثلا تتناسى عن كل التزاماتها وعن كل واجباتها وعن كل ما دخلت بقرض الحياة زوجية تتنازل عشان زوج، عشان أم زوج أو أسرة زوج أو كذا؟ حقا نحن في تساؤلات كده يجب انه الناس يعني كل زوج يسال بها نفسه، كل زوجه تسال نفسها في هذا الميدان. نعم نحن خلينا نجاوب على التساؤلات دي استاذ سريه، بعد نطلع مع بعض الشارع العام نستطلع الجميع حول مشاكل النسابه ونرجع من جديد في ستاتي خالص. احلى الطول في حوار ستاتي، حوار شفاف وجري وموافى، خطوة سوق للزمن الآتي. عالم فيه حكاوي غريبة مبهر وبها وسعد ومواتي، عشان مستقبل الفجر قيافة نوقد شمع حوار ستاتي.
الواحدة وكنت تتزوج وتجي تلقى الأسرة الولد ده عنده أخواته أي حاجة بتحصل مشاكل. يلا يعني ممكن تقول له أخواتك سووا سووا وهو يجي هيج على أخواته ويشاكل أخواته وكده، دي اللي بتطلع الخلافات. لكن بت الناس بت الرجال هي اللي بتجي بتتحمل عشان تعيش حياتها. أنا والله يعني حسب تجربتي واحتكاكي في الحياة العامة والحياة العملية وكده، بفضل إنه دائما النسيب يسكن ازوليتد منفصل تماما عن الاسره، ده افضل حاجه ليه؟ عشان يمشي في يكون مملكته بالطريقه ويديره بالطريقه اللي هو دايره. لكن دي ما قاعده، يعني في نسابه كثيرين جدا قاعدين مع نسابتهم وعايشين في عيشه ممتازه وفي جو اسري رفيع جدا، ده بيرتبط بجوانب اخرى. يعني لو ملاحظين في الفترات الاخيره دي في حالات كثيره بتاع الطلاق بالنسبه للجيل الحديث ده. أنا ما أعرف هو سريع الانفعال ولا تجربته ولا الحاصل شنو. والله مشاكل النسابة أكتر حاجة يعني في البيت المطبخ المشترك طبعا، لكن طبعا الظروف اتغيرت والاقتصاد البلد اتغير، يعني لازم الناس تستحمل بعضها وتقعد. لو الأمر اتطلب إنه يسكن مع نسابته يسكن معهم ماله، لكن يكون هو داخل البيت الكبير عنده مطبخ خاص به وعنده كيان غايم خاص به يعني. فبعد ذلك ممكن يكون في تداخل في الوجبات في كده، اذا حسوا بانه في تفاهم بين النسيبه وزوجة الولد وكده، فهو يقوم شنو يقوم يرجع مطبخه جاهز حاجات اوريدي جاهزه، يقوم يمشي لمملكته الصغيره عشان تعيش حياتها تتحمل بقدر الامكان. يعني لا تقول لامك قالت لاختك قالت، لا تعيش حياتها تحزم مشكلتها براها. الاسر الممتده لها دور زمان في التربيه، حتى بتهدي حتى في الدين، يعني بيقول لك حد من اهله وحد من اهله يقعدوا مع بعض، كل الشغل بيتم بالصوره زي دي. انا غايته عن وجهه نظرية بستعمل انه وضع يتغير ويعني اقتنع يعني بالواقع، يعني بقعد عادي مهما عملوا ليها. هي دايره تعيش ودايره زوجها وحابه زوجها، ما بتخلق مشاكل، ما بتخلق مشاكل دي بنت الناس. في كثير من الناس وكثير من الشباب يتزوجوا وقاعدين في شقق خاصة لوحدهم ولحالهم، بتحصل طبعا النقاشات، سرعة الانفعال بتدي إلى الانفصال. مرات الأسباب غيرة، يعني مثلا مرض أخون دي قاعدة معاه ممكن يغيروا منها ساي هاي، لكن هي تتحمل، يعني هي جات دي هي تتحمل، يعني تشوف المشاكل دي عشان تقدر تحلها. فأنا بفضل وبنصح الشباب وبنصح الأسر الكبيرة، يا ناس الزواج ده مسؤولية، مسؤولية بتاع التربية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية أخلاقية، فيها قيم، فيها مبادئ، فيها تقاليد، الحاجات دي لازم تترسخ يا جماعة من التأسيس الأول، البنية التحتية. أبسط حاجة يا أخي، إحنا ما دايرين إنك تعمل لك بيت وعمارة، ده في بيت الكبير في البيت في بيت النسب ده أعمل لك حاجة بسيطة كده، مطبخ غايم بذاته، يعني أنت ذاتك عشان تحس بالمسؤولية يعني. فأنا بفضل إنه دايماً النسابة كمان الزول الجا زوج بيته ومكرمهم ده، يعني هو يكون هو يتحلى بروح المسؤولية، يعلمه لها من البداية من أليب باتها سبي تحت الحياة، يعلمه روح المسؤولية. تحلى الطول في حوار ستاتي، حوار شفاف وجري وموافى، خطوة سوب للزمن الآتي، عالم فيه حتى وغريبة وبها وسعد مواتي، عشان مستقبل الفجر قيافة نوقة شمع حوار ستة. أهلا بكم من جديد بعد ما تابعنا تفاصيل الشارع العام ورأيهم في المشاكل اللي بتحصل دايما في البيت الكبير أو بيت النسيبة. أستاذة يعني ثريا، نعقب على يعني الكلام اللي كنا يعني في الحوار مع دكتورة حنان في موضوع شخصية الزوج نفسها وإنه موضوع الخصوصية، ناخذ رأيك في نفس النقطة. جدا أفتكر ثبتنا وإنه الخصوصية مهمة جدا، والخصوصية زي ما قلنا بتربى بها الفرد من هو طفل صغير لحد ما يكبر في مراحل مختلفة، تحترم خصوصيته ويحترم خصوصية غيره، دي مسألة مهمة لو بقت موجودة. ده أنا بفتكر لأنه برضو في تجارب مشرقة، لأنه في نسابة لطاف ظراف، في نسيبة حلوة جدا وأم تانية، في زوجات كتار بيقولوا للنسيبة أمي، ما في أكثر من كده، وعلاقات عظيمة جدا جدا. فيبقى ديل أنه الناس اللي قدروا يربوا كويس وهم في جواهم ناس كويسين،
دي مثلا مهمة. دي بتكون شنو؟ يعني الـ 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 الأم بتتعامل مع زوجة ابنها باللطافة دي وبالحب الكبير ده، وبتكون لها خط الدفاع الأول بالمناسبة لما تحصل صحيح. مشكلة بينها وبين زوجها، في إن هي دايما بتكون واقفة في صف يعني زوجة ابنها. فدي يعني شنو الاختلاف، أو يعني طريقة التربية نفسها طريقة ولا طريقة الفهم طريقة التربية أيوة. وبعد درجة الوعي يعني كثير ما في نسيبات ممكن يكون ما متعلمات، لكن وعيات وعيات حقيقي، يعني بتكون زولة حكيمة، زولة فاهمة، زولة فاهمة يعني شو الخصوصية، وبالعكس بتنصح حتى زوجة ولادها بطريقة لطيفة جدا، حتى لو حاسة انها هي محتاجة لنصح بتنصحها بطريقة كويسة جدا، بطريقة فنانة جدا، وهي بنفس المستوى ممكن تتقبل حتى النصح ده بطريقة جميلة بطريقة لطيفة، لأنه في علاقة ودية بيناتهم. وده الجانب المشرق، انا قاعد اقول دائما في النسب والعلاقات بين النسابة، انا بفتكر ولأنها في النهاية علاقات إنسانية وامتداد لأسرتك، فما بتكون في مشكلة. الحقيقة اللي انا عايزه اقوله بس في الكلام العرض اللي قالته الحاله، حقيقي هي تعرض لي، انا قاعد اقول ده عنف، حصل لها ده كله عنف، حتى اخواتك كمان انا بفتكر ده عنف تماما لكل مسمياته. أيوة. ده عنف، العنف ده لحد كبير هي ممكن يخليها هي ما مبسوطه من جوا، ما متوافقه مع نفسها ولا مع الاخرين، يعني ممكن تكون هي ممكن يكون حصل لها اكتئاب وهي ما واعيه، ممكن تكون رضعت الطفيله وهي برضه في حاله بتاعت حزن عميقه جدا، وهي بتتكلم عن انه حتى اطفالها ممكن يكونوا بعيدين منها والطفيله ممكن يحتاج هو يرضع، بتسمع صوت يعني بكيته وما تقدر يعني يرجع لها وكده. انا بفتكر دي لحظات غاسيه جدا، ولحظات هي ما يعني انا بفتكر هي ممكن زاد تكون محتاجه للشغل الفتره ديكا، ويعني حقيقي ده عنف، انا بفتكر مياته ده عنف، والعنف ده ممكن خلاها هي ما قدرت تمارس امومتها، ما قدرت تمارس حتى حياتها الزوجيه بشكل كويس، ولا كل التفاصيل يعني انها تاكل مع زوجها برضه اتحرمت منها، قعد اولادها او وجودهم، ويعني تستمتع بتربيتهم دي برضه لحد كبير يمكن في الفتره الاولى ممكن تكون اتحرمت منها هي كأم، واتحرم منها برضه هو كأب بالمناسبه، هو برضه مظلوم على الرغم من هو يعني ماشي في الاتجاه بتاع اسرته السالب دي، لكن هو بطريقه او باخرى ممكن هو اتحرم من اللحظه الجميله اللي بيجتمعوا فيها هم كلهم كافراد صحيح. مع يعني مع زوجته مع اطفاله يتحرم تماما يعني، ولانه الـ 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 يعني الشكل الطبيعي انه الاسره دي بتكون مع بعض، بتكون يعني عايزين يخطوا القيم واسسوا القيم ويغرسوا القيم جميله لاطفالهم، ممكن يكونوا اتحرموا منها لانه ممكن لعبوا الدور ده ناس ثانيين، والكلام اللي قالته الاول في الاول استاذ دكتور حنان لا. في انه القيم اللي احنا عايزينها نغرسها لاطفالهم لاطفالنا منهم صغار عشان يكون في الهدف البعيد ذاك عشان يتحقق، عشان برضه يكون زول مسؤول شخصيته قويه وقادر يتخذ قراراته، دي ممكن يكون الاطفال برضه نفسهم اتحرموا منها تماما، وهم كاباء اتحرموا منها. فانا في تقديري حتى الاطفال ممكن يكونوا هم يعني ظلموا تماما في طريقه تربيتهم، والاطفال بيحسوا حتى بالنزاع دي بين حبوباتهم وبين صحيح. بين اهل امهم واهل ابوهم، وده مو المفروض يحصل لانه اهل امهم اهل امهم هم اهلهم اهل ابوهم برضه اهلهم، فما يحصل ما يحسوا ولا يشعروا بالصراع الداير بين الناس الكبار دي، لحد كبير بيأثر وبيأسس لاتجاهات سالبه لحبوباتهم ولجدهم لعماتهم. أيوة دي حياة ما كويسه بالمناسبه، لانه في النهايه كلهم اهلهم، يعني لو حسوا انه مثلا انه يعني اهلهم اضطردوا من البيت وتعاملوا بطريقه مسيئه، نفتكر دي كلها يعني بتجرح الاطفال صحيح. تماما صحيح. طيب دكتوره حنان، في رد فعل ممكن يكون اخر، يعني لما تحس الزوجه انها هي مرفوضه من اسره الزوج، ففي بعض الزوجات بتكون شخصيتها شويه قويه، فبتبدا انها هي تسيطر على الزوج تماما، واحيانا يعني خلينا نقول بالدارجه بتحرشه في اهله، فبرضه بتحصل اشكاليه في نوع التعامل بينهم، والمشكله ممكن تكبر. انا طبعا دايره يعني اعلق زي ما قالت استاذه سريه، انه نحن بس كنا ملزمين بحاله امامنا ولا بدينا نشرح فيها، وكانت يعني مساله مؤلمه جدا جدا، وعشان كده نحن حتى في التعليق مشينا وراها، لكن ده ما يمنع انه في جوانب مشرقه جدا 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 في الحياه الزوجيه، سواء كان من اسر الازواج او من اسر الزوجات، وفي نسيبات زي ما قالت الاستاذه يعني الحقيقي الوحده بتقول لها يا امي، يعني في نسيبه بتضع زوجة الابن في مقام بنتها، وبتعاملها يعني بمعامله اكثر واحلى مما تجد من امها الحقيقيه، ف
فحقيقي يعني احنا ما كلامنا ما يعني ما حيكون عام على كل الاسر وعلى كل الحالات الزوجيه الموجوده، فاكيد الجانب المشرق ومضيء موجود. مساله السيطره زي ما قلت يا استاذه، مساله انه الزوجه تحس بانها مهمله وبعد شويه تبدا هي ذاتها تتنمر على اساس انها تسيطر على وضع محدد. انا بفتكر انه الحياه الزوجيه دي ما قدر ده يعني اصلا هي ما حرب ولا خطوط يعني حمراء ولا كذا، يعني لو نحن زي ما قال يعني اتعاملنا معاها كده باريحيه وبخصوصيه، انه الحياه الزوجيه دي ما محتاجه سيطره، ما محتاجه خصومه، ما محتاجه كلام جارح، ما محتاجه عنف، ما محتاجة تهرب، ما محتاجة لأي شيء، سكن ومودة ورحمة يعني كبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنتمنى أن المسألة دي تعم كل البيوت. نعم. طيب أرجع لك مرة تانية، بعد كل المشاكل اللي حصلت دي فأنت كنت صابرة وصامدة وأصريتي أنك أنت لازم تحافظي على بيتك وتسترجعي زوجك، عملت شنو؟ طيب انا وقفني في انه انا قمت مشيت سكته ولا ديلة ومشيت بيت اهلي ورفضنا حتى يعني خلاص بعد كده اهلي وقفوا معي وقفه واحده انه ثاني الزوله دي ما حترجع. طيب قعدت اربع سنه وهو رفض يطلقني، وبعد ذاك كان بيطلب اولاده بالمحكمه انه داري يشوف اولاده يعني داري يشيل الاولاد. ما طبعا ما لقى الحق ده، لكن لقى حق الزياره، فكان بيسوق اولاده مننا كل مثلا خميس ويجيبوا السبت او كده. انا رجعت المدرسه واصلتها، كنت في الفتره دي كنت في الجامعه، فكنت بقرا وشغاله جميل وقاعده مع اسرتي واولادي يعني الحمد لله، ويعني ذاته كده بديت انضج وكنت يعني متعايشه جدا مع الوضع ده، مبسوطه جدا بحياتي مع اولادي وشغلي وقرايتي وهنا، ورافضه تماما اني ارجع لحد ما هو بدا يرجع تاني انه دايرين نرجع ودايرين نرجع وانا رفضتها. الحاجه اللي خلتني انا انه يعني اهلي ابوي وعمامي وكلهم قعدوا انه انت يعني زوله صغيره في العمر، يا اما ترجعي لزوجك يا اما تتطلقي منه وتتزوجي زول تاني، لكن لا يمكن حنخلي زوله في عمرك تكون قاعده. يعني كنت الخيار الاول والاخير من اولادي، بس انا ما حاتزوج راجل تاني اجيبه لاولادي. فلما حطوا لنا فانا اخترت انه اكون مع اولادي في اي وضع، لانه الاسره شفت انا ليك انا ما بقبل يعني اولادي يعيشوا مع فيها بدوني، صعبه شيء. فاخترت انه اعيش مع اولادي في اي وضع، وكنت عارفه انه الزول ده هو ما يعني ما حيعمل حاجه كده يعني كويسه، لكن المهم خلاص يعني ما في مشكله، انا بعد كده كبرت حبه وعيت حبه قادره اني اتصدى لاي حاجه. ورجعت رحنا بعيد تماما من الاسره في منطقه ثانيه، بعيدة تماما، وعشنا يعني فترة كويسة كده ممكن تقولي. أنا كنت شغالة وأولادي بيقروا يعني وعايشين كويس يعني من وأمان لحد ما حصل شنو صلى على سيدنا محمد وزعوا الورثة، فقام أدوه بيت، البيت ده يعني ده حقك أنت وأولادك. حاجة كويسة عشان أنت ترجع تقعد جنبنا عشان يرجع جنبه. أي ده بيتك حقك. فقام رجعنا، رجعت وقعدت معاهم في بيتنا ذاك، والبيت ذاته يعني كان كبير، غرفة وبرندة طويلة وغرفة لأولادي ومطبخ وحمام مفصول تماما من باب الشارع براو. وكنا قاعدين وشغالة في شغلي وبقرا برضه مواصلة في قرايتي وأولادي في المدرسة وهنا لحد ما بقت بعد ذاك يعني لما العلاقة كده يعني بقينا مستقرين تمام الحاجة دي طبعا ما مريت لحالهم هم كانوا لسه مصرين لسه مصرين ويخلقوا مشاكل. طيب. فكانوا بيتبلوا علي يعني مثلا انت ما عارف الشغل ده بيحصل فيه شنو، انت ما عارف ليه تخليها تمشي من الجامعه تقرا، ليه تخليها تشتغل، ما في داعي للشغل، ما في داعي كده يعني عرفتي. لما نقوا في الشغل كثير خليت الشغل. طيب. بقيت قاعده في الفكره ذيك هو ذاته يعني نقوا فيها في الشغل، خليت الشغل كان حملت بطفلي الثالث. بطفلي الثالث ده كنت بقرا اخر سنه لي في الجامعه، رفضت اني اخلي القرايه. حتى يعني اخر امتحان لي كان يوم الولاده بتاع بنتي، يعني انا مشيت الجامعه امتحنت امتحاني ومن هناك مشيت المستشفى ولدت.
يعني في نص الحاجات القاسية دي كانت بتحصل حاجات حلوة يعني بتخلينا أنا أواصل. المهم كنا قاعدين ومستغرين ولحد ما زي ما قلت لك بدوا يعني بيحرجوا فيه وفين هي بقت مسيطرة وهي بقت شنو وهي بقت تفرض رأيها عليك. وفعلا فعلا أنا كنت شنو حاجات كثيرة زمان كنت بدل بيع بقيت ما بدل بيع. يعني في مثلا تصرفات كان بتبدر منه هو كنت ايوه دوت كنت بقبل بيع وبقيت ما بقبل بيع ما بمشي بيع. ايوه يعني مثلا انت لو جيت من الشغل مشيت بيتنا عشان ما بغادي تاني ما تجي هنا خليك معاهم بغادي. يعني كده عرفت حاجه زي دي فهم حسوا انه هو تغير في شخصيته انه انا ذاتي تغيرت في شخصيتي. فكانوا الحاجه دي يعني كانت بالنسبه لهم صعبه شديد. فبدت المؤامرات والدسايس والمؤامرات وكل مره بيقولوا كلام مثلا لحد ما وجه بقول لك يعني الزن على الودان اقوى من السحر. بدأت تحصل تاني مشاكل. المشاكل اللي بدأت تحصل أخيرة دي يعني كانوا بيشككوا في إنه أنا زولة يعني ما كويسة. فأنت مخدول أنت ما عارف لما تطلع من البيت بيحصل شنو بيوراك. أنت ما عارف الزولة دي بتجيها من هنا كده يعني عرفتي. المهم بعد ذاك هو كان رأيه شنو يعني؟ يعني مرة يعني تجي أسئلة ما حلوة يعني كده. معك بتجي أسئلة ما يعني السبب شنو فيه كده. حتى ما يوم سمحت يعني انه بيتكلموا معاه وانه في الحاجه دي. المهم حصلت مشكله كبيره شديد وقمت وركته وجبته الكلام ده كده ما بينفع وخلاص يعني. بعد كده بقى كتير ومسيح وخلاص يعني كله كمل بس بدين عليه دي. يلا خلاص بعد كده انا تاني ما هقعد معاك. ما هقعد معاك دي اسمه شنو انا ما هطلع من البيت. البيت ده بيتي وبيت اولادي. انا ما هطلع من البيت حكون قاعده في البيت ده وانت تصرف على اولادك ديل. صرفت بالتي هي احسن هو ما صرفت احسن تصرف بالغانم. تقعد قاعده في يعني هو بيجي قاعد الناس مو بيغادي بصوره دائمه. بصوره لا يعني لفتره ما لحد يعني ما قلت لك يعني في الفتره دي لحد ما اقول لك شنو. المهم يعني حصلت الحاجه دي كادب اليوم مثلا انه انت يا تكون كويس يا ابعد مننا. جميل. طيب احنا حنعقب على كلامه لكن نطلع فاصل قصير ونرجع من جديد. عالم فيه حتى وغريبة مبهر وبها وسعد ومواتي عشان مستقبل الفجر قيافة لو كنت شمع حوار ستاتي. عالم فيه حتى وغريبة مبهر وبها وسعد ومواتي عشان مستقبل الفجر لو كنت شمع حوار ستاتي. طيب أستاذ سرية يعني شخصيتها تغيرت تماما بعد ما أكملت دراستها ودخلت في مجال العمل. حتى هي بقت تتخذ قرارات تجاهها وتجاه زوجها. هو حس بالتغيير ونسابتها حسوا بالتغيير فبدأت المشاكل تعود من جديد. أنا تاني بحيها طبعا كونه شخصيتها قوت لأنه هي ذاتها كبرت عمرها يعني. أيوة صحيح. هي تزوجت عمرها 14 سنة من ناحية بتاعت عمر ودي حاجة مهمة عشان كده حتى نسابتها أهل زوجها اختاروا له البنت الصغيرونة الطفل اللي عمره 14 سنة عشان برضه يمرروا حياتهم. فهي كونه وصل للمرحلة بتاعت إنه النضوج دي النضوج العمري حتى النضوج بتاعينها تشتغل تقول راية. أنا أفتكر دي حاجة مهمة جدا اللي هي قالتها في سردة كونه تقول راية. وهم حسوا بعد ذاك انه خلاص يعني هم حسوا بصوتها صوت عيله وبقت تتكلم وتعبر عن الرايه. رفيقه دي حاجه كويسه والحاجه كويسه جدا جدا في تقديري ان هي قاعده في بيتها وقالت له ده بيتي. لانه في حاجه بالمناسبه يا معزه انه مرات حتى الزوجه لما تتطلق حتى في حاله الطلاق هي ما تطلقت لكن في حتى في حاله الطلاق هي المفروض ما تطلع من بيتها ابدا ابدا حتى لو مؤجر هي ما يطلع هو هي ما تطلع حتى لو عمل له ستار فاصل عشان تكون الحياه شرعيه بيناتهم. لكن عموما هي ما المفروض تطلع. فتحيه لانها هي ما طلعت دي افتكر قوه عظيمه جدا انا بفتكر. ويمكن دي حتى اسست لعلاقتها انها بعد ذاك ممكن هي تكون ماشيه بطريقه كويسه وهي قالت هي بتادب فيه. هي مش ادبته هي وصلت له رساله بتاعت قوه نقدر نقول هي رساله بتاعت قوه وعملت حياتها الصح اللي هي بتعمل فيها وما تنازلت من حقوقها بعد ذاك. دي حقيقة أنا أفتكر في قمة الوعي والوعي الحقوقي أنا بقول كمان يعني هي وعت وعي حقوقي ودخل لها برضو تطلع من النفق المظلم ذي
والتحية لها أكيد تماما يعني، وده أكيد بيكون بقالة سلاح بعد ذاك شغولها. هي بتقرا في الجامعة وحامل، دي كلها بالمسبة أعباء حتى للزولة الطبيعية اللي ما عندها مشاكل، هي أعباء زي ما بقول ناس الجندر دي أعباء كثير جدا على النساء يعني. كونوا بتعملوا في ظروف زي دي تماما التحية لها يعني. نعم. طيب دكتورة حنان. طيب ده أنا بتجيبني لي نقطة مهمة جدا جدا، زي ما قالت أستاذة سرية حصل نضج وزي يتغير الصورة تماما. فالمسألة اللي بنأكد عليها إنه مسألة الزواج في أقل من 18 سنة دي مسألة غير قانونية، ومسألة يعني بتأدي لمآلات غير مطلوبة بالنسبة لنا، لأنه الزواج أصلا بني على الاستقرار والسكن، ما قلنا نتزوج ونتطلق بكرة يعني. فأكيد بعد 18 بيكون في نضج معنوي، بيكون في نضج فكري، حتى جسديا بتكون كم اكتملت كل أجزاء في داخل جسمها، وتكون قابلة للحمل والولادة وتحمل المسؤوليات. فحقا نحن نركز جدا جدا إنه يعني دائما القاصرات ما نقحي من في تجارب يدفع عن ثمنها يعني، من عمرهن ومن تجاربهم في الحياة، وتبقى نقطة سوداء بعدين الوحدة يعني يمكن تأخذها معاه في حياتها، زي ما شفنا قبل كده حالة في إنه هي ممتنعة عن الزواج تماما رغم إنها صغيرة جدا لأنها مرت بتجربة مرة. نعم. الحاجة الثانية مسألة التأهيل بالنسبة للبنات، التأهيل الأكاديمي، التأهيل النفسي، التأهيل المادي، لأنه نحن الآن بتعرض علينا حالات إنهم بتعرضوا لعنف شديد جدا جدا من الأزواج رغم ذلك إن هي موجودة معاهم، لأنه عايز تربي أبنائه، لأنه أخوانه قالوا ليها إذا جيتي طلحتي من البيت طلحتي لوحدك ترجعي لينا لوحدك، فبكون مسوها في الحتة السخنة جدا اللي هي مسألة أبنائه، تتحمل الذل، تتحمل العنف، تتحمل كل شيء على أساس إنها ما تتخلى عن أبنائها، زي ما قالت أنا لما خيروني اخترت إنه أكون مع أبنائي. عشان كده نحن لازم نأهل بناتنا في الجامعة، الناس تخليها تخلص، العايز تشتغل تشتغل، ما بالضرورة دي ما دعوة إنه إحنا كلنا نحمل شهادات ونشتغل، لكن على أساس إنه لو أي واحدة حصلت لها حاجة بالضرورة إنه يكون عندها سلاحة موجود بجانبها، سواء كانت حرفة، شهادة أكاديمية، شهادة مهنية، سميها زي ما سميها. صحيح. الحاجة الثالثة وأخيرة ومهمة، وأنا دي بقولها لكل الناس أزواج وزوجات، إنه ما تجعلوا الأبناء بيناتكم يعني وسيلة لتصفية الحسابات. جميل. الوحدة الواحد بمجرد ما يطلق الوحدة بيطلق أبناءه معاه، فبيبقى تاني ما يصرف نكاية فيها، رغم إنه ديل أزواج أولاده ربنا بيسألوا، لأنه يعني كما قال الحديث كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. فبتلقي الأبناء، تلقي معظم النساء في محاكم الأحوال الشخصية يبحثوا عن النفقة، يبحثوا عن السكن، يبحثوا عن الكسوة، يبحثوا عن العلاج، يبحثوا عن حق المدارس، يبحثوا عن مصرفات الأوراق الثبوتية كالرقم الوطني وشهادة الميلاد وغيرها وغيرها وغيرها، دي كلها حق نحن ما نصفي حساباتنا كأزواج عن طريق أبنائنا. أرجو إنه رفقا بالأبناء. جميل. إما استمروا في حياة جميلة، وإما ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. جميل. أستاذ سرية أستاذ دكتورة حنان، في المسألة دي اللي هو إحنا ما نطلق الأبناء وما يبقى فصل الأبوة عن البنوة، دي مسألة مهمة ناس تكون واعية للحاجة دي. المسألة الثانية برضو يعني زي ما بقول شنو الأسرة تكون هي واعية بكل تفاصيل الحياة الخاصة بالنسبة للحياة الزوجية، ويعني يعرف يدروا حتى في المشاكل العادية بتاعت النسابة دي الأطفال ما يكونوا جزء من الحياة الغبن دي، ويكون في طوارئ شغل مع الأطفال، ويكون في يعني يشحنوا الأطفال يعني ضد أمهم أو ضد أهل أمهم، دي حاجات سيئة جدا بالنسبة. صحيح. بتولد اتجاهات، بتأسس اتجاهات سلبة جدا في حياتهم، فالأطفال في كل الأحوال في كل الأحوال. نعم. في كل النزاعات على مستوى المشاكل الأسرية الأطفال ما يكونوا جزء من النزاعات دي. صحيح. دي مسألة مهمة. نعم. طيب آخر يعني نصيحة لكل واحدة ممكن تكون مرت بنفس المشكلة اللي انت مرتي بها في حياتك، وانت في الآخر قدرتي انك انت رجحتي بيتك وحافظتي على زوجك وعلى بيتك وعلى أسرتك. طيب أنا بس الدار أقول إنه يعني دائما زي ما ذكرت الأستاذة الأولاد ما عندهم ذنب، حتى يعني في نساء الواحدة بتنفصل من زوجها وتعيش حياتها وبيكون الأولاد لهم الضحية، فما في يعني أطفال بيعيشوا بعيدين من أمهم وأبوهم بيكونوا مرتاحين. يعني هي الأسرة دي متكونة من أب وأم والأبناء في النص، يعني ما في يعني ممكن الأم تربي أولادها براها لكن برضو بيكونوا فاقدين
لابوهم ودي ما حاجه كويسه. فانا دايما على رسالتي لكل النساء يعني انت طالما جبتي اطفال فيا ريت تكوني مسؤوله من اولادك ديل يعني خلاص يعني انت يعني دايره شنو تعني من الدنيا دي اجمل من الاولاد ما في يعني خلي حياتك دايما مركز على اولاد اعملي حاجاتك بدك تعمليها لنفسك لكن برضو ما تحرم اولادك من زمنك واكيد اكيد ربنا ما حي يعني ما حيضيع اولادك حيبروك وما حينسوا لك الحاجه دي اطلاقا يعني لان ربنا ما بضيع حق زول اكيد نتمنى لك التوفيق ويعني وحياه مستقره اكيد وتكوني دائما منتصره وقويه امين ان شاء الله يا رب وكل النسوان يعني يكونوا منتصرين وقادرين ياخذوا حقوقهم اكيد شكرا جزيلا لك شكرا لك دكتور حنان احمد يونس قانونيه ووكيل اعلى بنيابه الاسره والطفل بولاده خرطوم شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا وانا بقول يعني كلمتين بقول رفقا بالقوارير وما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم شكرا جزيلا شكرا لك استاذه سريه ابراهيم الحاج اختصاصي نفسي واجتماعي شكرا جزيلا شكرا لك استاذة معزة وعايزين نقول النسابة امتداد طبيعي امتداد جميل جدا ويا ريت الناس كلها تكون لطيفة وعلاقاتها حلوة مع بعض وفي النهاية هم حيكونوا اهل اولادك والحياة حتكون ظريفة يعني فالخصوصية مطلوبة انا افتكر في كلامنا الاخير يعني اكيد شكرا جزيلا استاذة سرية وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا نحن زي ما قلنا هي علاقة الناس كلها بتتمنى انها هي تكون ممتدة الناس يعني تترافع عن الصغائر وعن الإشكالات وتفكر في أنه الأسرة دي فيها أطفال هم اللي حيكونوا ضحية لأي إشكالية بتحصل بين الأسرتين وبين الزوج والزوجة ستاتي خالص دائما للقصة بقية إلى اللقاء